فليفيكتيف اللي عندنا راه هو هذا اللي كاين. ما كنعتقدش انا فرقه في فرقه دابا في لي كونكورون كي 15 كونكورون اللي في 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 الشامبيونا انوي ان اللي عندهم 14 سينيور 14 سينيور لان حتى عده لاعبين هما لاعبين شبان وكانوا في البونتوش لاعبين شبان ما عندناش البدائل ما عندناش بدائل تعرف الفريق كان محروم من الانتدابات لا في هذا ولا دابا في هذا الميركاتو ديرني دونك اللي عندنا كنحاولوا نقوموا به ونديروه بور سيرفير ليكيب ف الرامي هو عاد خارج منين بليسير تعرف الرامي عنده وزن والرامي لاعب اللي بالنسبه ليا واخا كنلزم عليه بعض المرات يلعب لعب مسكين بلي بليسير دونك كنبغي نشد بحراره على يدو لانه لاعب عنده اون اكسبيريونس وكيلقح داك اللاعبين الشبان لان حتى لاعب اخر اللي كان في شاب في 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 لو بون دو توش اللي هو هريلا اللي ما دخلش اليوم اللي كان كيلعب معاه لعب معاه واحد اربعه ولا خمسه المقابلات كتيتولير ستان جون دونك يعني الان المقابله الزاما علينا باش ناخذوا من نادرس الزاما علينا لان داك لو فيت دو ريستي توجور كتبقى دائما في داك المقابله اللي فاتت يمكن بقينا كنحلموا بداك الشيء بالمقابله اللي فاتت لا ما مسموح شيء لانه كان خصنا ناخذوا المقابله افضل مما خديناها اليوم ما نعاتبش اللاعبين لانه ربما غادي نشوف اشياء اللي هما كي قلت برص خصو يتعطانا تشوف لو سكور ديال 3-0 تقول هذاك ولكن بالنسبه ليا 1-0 ولا 7-0 يعني ما قدرتيش انك تجيب على الاقل نقطه التعادل من الخصم فتستحق الهزيمه. شكرا جزيلا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.